أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. اليوم حيكون عندنا فقرات جدا شيقة ومتنوعة، وحنجاوب على سؤال: هل الإنجيل، وزي ما يدعي المسلمين في إنجيل برنابا، تنبأ عن محمد؟ وحندرس هذا الموضوع، خليكم معنا. أحبتي في المسيح، سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح معكم جميعا. أرحب بكم في فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة، واليوم حنناقش سوا: ادعى المسلمين أن الإنجيل تنبأ عن محمد. المسلمين يظنون أن الإنجيل تنبأ عن محمد، ويعتمدون على هذه الآية من القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أعراف 157. وأيضا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. سورة الصف الآية 6. ادعى ابن إسحاق كاتب سيرة محمد بأن الإنجيل عندما تحدث عن الروح القدس المنحمية باللغة السريانية أو البرقليط باللغة اليونانية أنه يقصد أحمد أو محمد. ويستشهد ابن إسحاق بقول المسيح في الإنجيل: فلو قد جاء المنحمية هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب، وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد عليه. دعنا نعيد صياغة الآية مع بعض الإنجيلية على هذا النحو: وأما أحمد الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي فهو يعلمكم، يوحنا 14:26. فهل محمد هو الروح القدس؟ مش الروح القدس هو جبريل حسب الإسلام؟ يوحنا 15:26 تقول أن الروح القدس يشهد للمسيح، فهل محمد كان يشهد للمسيح أو لنفسه؟ مش محمد يطلب منك أنك تشهد أنه رسول الله؟ إذن هو جاء علشان يشهد لنفسه ومش عشان يشهد للمسيح. ونفس الآية تقول عن الروح القدس هو روح الله، فهل محمد روح الله؟ حاشا لله. وهذه الآية تقول: وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم معزيا آخر يمكث فيكم، يوحنا 14:16. لو قلنا أطلب من الآب أن يعطيكم أحمد آخر، فهل محمد هو أحمد آخر يمكث فيكم؟ ومن هو أحمد الأول؟ طيب، الروح القدس مع المسيحيين ويمكث معنا إلى الأبد، فهل محمد معنا؟ مش محمد مات عام 23 هجري؟ الإنجيل يقول عن الروح القدس أنه معزي آخر، لأن المسيح كان هو المعزي، ويؤمن ويرتفع ويرسل لنا روحه، روح الحق، علشان يعزينا ويأخذ من الأب ويدينا. طيب، بإيش وعد ربنا في العهد الجديد؟ تلاميذ المسيح ما كانوا ينتظرون رسول جديد، لكنهم كانوا ينتظرون الروح القدس يجي لهم مثل ما وعدهم المسيح. وهذا قد تحقق يوم 50 حسب أعمال الرسل الإصحاح 1 و2. وفعلا بعد 10 أيام من صعود المسيح، يعني يوم 50 من القيامة، حل الروح القدس على التلاميذ، وهو مستمر إلى الآن،
والمكان كان أورشليم، أعمال 2:5. ولو كان التلاميذ ينتظرون محمد لكان ماتوا وشبعوا موت بدون أي فائدة، ولكن بعد ما حل عليهم روح الله، الروح القدس، حدثت آيات وعجائب، والتلاميذ أنفسهم شهود على هذا. وحنا المسيحيين إلى هذا اليوم نشهد ونحتفل بعيد القيامة وعيد 50. وطبعا هذه الاحتفالات من قبل ما يجي محمد بأكثر من 580 سنة، وما زلنا نحتفل إلى هذا اليوم لأن روح الله القدوس معنا اليوم، وهو يحبك ويقول لك تعال اليوم وخلص نفسك بالمسيح يسوع. آمين.
يسمعني وما هو عني بعيد، يغفر لي ويرحمني خلاص أهلي أكيد. أصلي له يسمعني ما هو عني ببعيد، يغفر لي ويرحمني وخلاص أهلي أكيد. أبويا الحنون خالق الكون، أبويا الحنون خالق الكون. يا مر كن فيكون، يا مر كن فيكون، يا مر كن فيكون، حتى المستحيل، حتى المستحيل. يسوع للحياة والحق والسبيل، والحق والسبيل، والحق والسبيل. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. المسلمين والمسيحيين متفقين على عظم وقوة وقداسة السيد المسيح، لكنهم أيضا مختلفين عليه في أمور كثيرة، منها طبيعته وصلبه ورسالته وخلاصه وفدائه. وفي حين تستخدم المسيحية الكتاب المقدس، يستخدم الإسلام القرآن في إثبات رؤيته في المسيح، ومرات يستخدم المنطق والتشبيه والقياس، وأحياناً المستقبل كدليل إثبات على الحاضر في شكل غريب جداً من أشكال الأدلة والإقناع. ومع غرابة الموضوع، لكن طبعاً هذا هو طرح القرآن، وواجب عليك إذا كنت مسلم القبول بطرحه. فمثلاً يستخدم القرآن المستقبل في إثبات عدم إلوهية السيد المسيح، فيقول القرآن في حوار ما سيكون بين الله والمسيح في المستقبل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في مشهد يأخذ فيه السيد المسيح دور العبد الفقير الخايف من عقوبة سيده، يدافع عن نفسه أمام المحكمة الإلهية وينكر إلوهيته، وطبعا يتبرأ من أتباعه ويدفع التهمة عن نفسه، ومع العلم أن الله يدري إذا كان المسيح قال ذا الكلام فعلا أو لا، لكنه يستجوب المسيح هنا للتقليل منه، وعشان يكون حجة على أتباعه
وهذا الهدف الأصلي من الآية، لأنه كأنه يقول إياك أعني واسمعي يا جارة. إذن قرينة غريبة وحجة أغرب لإثبات رأي معين، لكن لازم نصدق ولا نكون من الضالين المكذبين الموعودين بالعذاب والتنكيل. وما ننسى طبعا أن الإيمان بالغيب فضيلة. وبنفس الأسلوب يشبه القرآن المسيح بآدم في آية لا يخلو منها أي حوار مسيحي إسلامي أبدا، تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولأن الكلام في هذه الآية يطول شرحه فبيكون هو محور حديثنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أما حلقة اليوم فبنتكلم فيها عن رأي الإسلام في رسالة السيد المسيح وسبب مجيئه للعالم، حيث اختصر الإسلام رسالة السيد المسيح في نقطتين أساسيتين: أن يحل بعض الذي حرم، وأن يبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فالآية تقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والآية الثانية تقول: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن كانت رسالة السيد المسيح بحسب المعتقد الإسلامي تحليل بعض المحرمات مثل أكل بعض أنواع الأسماك ولحوم الإبل واللي كانت قد حرمت عليهم في عهد موسى، وليبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وطبعا باين هنا أن التركيز والرسالة الأساسية مش في تحليل بعض المحرمات، فهذا سبب ضعيف ومش ذو أهمية، لكن القصد وراء الآية هو اختصار واختزال وتحديد كل رسالة السيد المسيح وبشارته في الشهادة لصالح الإسلام، لدعمه وتأكيد رسالته ومنحه امتداد إلهي. فشهادة بهذا الوزن أكيد بتعطي الإسلام دفعة قوية، خاصة إنه ما قدم أي شيء يثبت حقيقته. لكن ما دمنا نتكلم هنا بالمنطق والمعقول، فخلوني أسأل: هل يعقل أن يكون دور السيد المسيح في الحياة مختصر فقط على رسالة ضعيفة ومش ذات أهمية؟ جاي بس يحل لنا ناكل ويبشر بنبي يجي بعده وأشوفكم على خير؟ هل احتاج الله أن يرسل شخص بحجم وعظمة الشخصية وشخصية السيد المسيح بس عشان يحلل أكل لحم الإبل؟ هل يعقل أن يأتي للعالم شخص فريد من نوعه، ما له شبيه ولا مثيل ولا قرين بين كل البشر، عشان يبشر في القدس بنبي يأتي بعدها بستمائة سنة في مكة، في أرض غير الأرض وناس غير الناس وطبيعة غير الطبيعة ولغة وحتى لغة غير اللغة وبتعاليم مخالفة تماما وكليا عن تعاليمه؟ وين حكمة الله في ذا السالفة؟ طيب وقتها كان النبي يحيى موجود ومتوفر، ليه ما كلفته بذا المهمة البسيطة؟ وما له داعي أرسل النبي يحيى يشهد للمسيح عشان المسيح يشهد لمحمد؟ يعني ذا السالفة طولت، ما كان له داعي. يعني هل يعقل يولد إنسان من عذراء بدون أب فيحيي الموتى ويشفي المرضى ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتحكم في الطبيعة ويخلق العيون ويطرد الشياطين ويرسل الروح ويشبع الجموع ويغفر الذنوب بس عشان يحل البعض الذي حرم؟ من جدكم أنتوا؟ معقول يكون من أعطى الحياة ونشر العدل والمساواة وأمر بالمحبة والعطاء وقال طوبة للودعاء والرحماء شاهد على القتل والذبح وسفك الدماء؟
أبدا أبدا ومستحيل وحاشاك يا رب، بل جئت ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ومش العكس. جيت لتحيي الميت مش لتميت الحي. لقد وهب الله للناس حياة جديدة في المسيح ولن يسلبها منهم أبدا. مستحيل يبدل الله تعاليم السيد المسيح الإنسانية بتعاليم قاسية ولا إنسانية. مستحيل يبدل الله المحبة والرحمة بالعنف والقسوة. مستحيل يجي من صنع العيون والأطراف وهب الحياة مبشر بمن يقلع يقتلع العيون ويقطع الأطراف ويزهق الأرواح، بل مستحيل أن يكون الرسول المرسول أقدس من الرسول. لكن المسيح جاء للعالم لينشر المحبة والسلام ويبشر بالنعمة والخلاص. المسيح جاء ليكون خط فاصل بعده يتغير كل العالم. المسيح جاء عشان نتوقف عند حياته ولا نمر عليها مرور الكرام، وعشان كذا جاء بنفسه وبكل قوته وبكل معجزاته. المسيح جاء للعالم لأنه يحبك مش لأنك تحب بطنك. جاء ليكون لنا نور وحياة. بدأ وقد أكمل، فله كل المجد والمحبة. ولكم مني كل الشكر على المتابعة، وتحياتي لكم وتحيات الدكتور خالد الشمري، ونشوفكم في الحلقة القادمة من المجلة السعودية، وفي أمان الله. يا الله احكم ببراءتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم. أنقذني من الغشاش والظالم لأنك أنت حصني. ليش رفضتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك فيرشدوني ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك، فأجي إلى مذبح الله إلى الله فرحي وأسبحك بالعود يا إلهي. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ ليش أنتي قلقانة في داخلي؟ ترجي الله فإني أبي أقعد أحمده لأنه عون لي وإلهي. أحبتي في المسيح، والآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية، وحنختم بفقرة الاختبارات. واليوم وصلنا اختبار من واحد اسمه عين نون من اليمن، يقول: سلام الرب معك يا رجل الله أخي الدكتور خالد، كيف حالك؟ يا رب تكون بخير. حبيت أطمن عليك، أطمن عليك وفي نفس الوقت أطمنك أن الحصاد كثير، أمين، في أرض اليمن. هناك إخوة جدد يأتون إلى الرب في اليمن ونتعرف عليهم أسبوعيا، هاللويا، يعني كل أسبوع شخص جديد إن لم يكن أكثر. هاي هذا على مستوى مدينتي التي أنا أعيش فيها، أمين. صلواتك يا قديس يا مبارك يا دكتور خالد، إن الرب يملك على كل اليمن. وعلى فكرة ما فيش اختبار لأي مؤمن على الأقل إلا وتكون قناة الحياة تحت الحيز في اختبار أحد من خلال برامجها المختلفة، آمين. الرب يباركك يا أخوي الغالي عين نون، وهذا خبر مفرح صراحة، آمين. اليمن
اليمن له معزة خاصة في قلبي، فأنا دائما أطلب من الناس نصلي لليمن، تعالوا نصلي يا رب، شكرا يا رب على اليمن، احفظ أهله وشعبه وناسه، وأهم شيء يا رب تخلصهم يا رب من الخطية، تخلصهم بالمسيح يسوع، يعرفوك أنت الإله الحق ويعبدوك. آمين. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى الختام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.